ضيفنا اليوم الفنان والموزع الموسيقي عماد عبد الله. اهلا وسهلا فيك عماد معنا اليوم. اهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك عماد. عماد، لو تعرف طبيعة أسئلة البرنامج، مجموعة أسئلة سريعة وخفيفة نبدأ بها، بعدين نرجع للأسئلة المعنية بك، مستعد؟ إن شاء الله. طيب، نسألك العادة أول سؤال، وصف نفسك بكلمة. مختلف. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك وإنستغرام حاليا. وأجمل مكان زرته في حياتك؟ مكة. مكان تتمنى زيارته؟ القدس، عاصمة فلسطين إن شاء الله. مجال دراستك؟ لغات. طيب عماد، الآن نحب نتعرف عليك باختصار ونعرف كيف كانت بداياتك في المجال الفني. بدايتي كانت في المراكز الصيفية. أيام كان في يعني. كل نهاية مركز صيفي، نعم، في نهاية كل مركز صيفي مهرجان. فكنت أنا المنشد الأساسي في تلك الفترة. وهكذا مراكز صيفية وبعدين مهرجانات، والحمد لله. وهذا بالتالي أثر على نوعية الفن اللي اخترته ونوعية الأغاني اللي تختارها. طيب، شخص شجعك في بداياتك؟ في بداياتي ونهاياتي يا أمي الله يحفظها. يخليها لك. طيب، شهادة تعتز بها؟ شهادة أي شخص يعجبه عملي، مش شرط أنه يكون إنسان فاهم في الفن أو مش فاهم. جميل جميل. طيب، هل حصل وشاركت بمسابقات فنية؟ على مستوى الجامعات. والجوائز اللي حصلت عليها؟ غالبا في اليمن افضل جائزه يجيبوها هي شهاده تقدير. وخارج اليمن؟ خارج اليمن لا. ما فيش لك مشاركات خارج اليمن؟ لا، ان شاء الله قريب. ان شاء الله نتمنى ذلك. طيب، اللون الغنائي اللي تفضله؟ ما فيش لون محدد، بس هي علشان على من الاغنيه نفسها، يعني مثلا اغنيه حلوه عراقيه تعجبني. ها، جميل جميل. طيب، ايش رايك الان نروح نسمع لك اغنيه من اغانيك ونرجع نكمل؟ تمام ان شاء الله. يا مصعب اوقات الفراق بين الاحبه والرفاق، من بعد ايام وليال عشناها في شط الوفاء. يا مصعب تهدى قليل أو تطفي نار الاشتياق، راحة وأحبة مهجتي والقلب وقتاه مضاق. صعب لحظات الوداع، إحساس قاسي لا يطاق. عماد، من أول أغنية سمعتها لك شبهت صوتك بأحد الفنانين اليمنيين، قد سمعت أحد من قبل يشبهك بعبد القادر قوزع أو سواه؟ أيوه. جميل يعني. طيب، من أعمالك كمان شاهدنا، أيوه، من أعمالك كمان شاهدنا في اليوتيوب يظهر ميلك للفن الملتزم أو ما يسمى بالهادف، ما السبب يا ترى؟ لأنه الفن الهادف يعالج قضية موجودة في المجتمع. الفن مش فقط أنه أنت تغني حاسسك وعواطفك، يعني لازم تعالج قضية موجودة في المجتمع وتوصل رسالة هادفة. بالضبط، هذا يعني أنه عندك رسالة تحب توصلها من خلال الفن، إيش هي؟ أكيد معالجة القضايا على حسب الوقت والوضع، يعني الراهن في الوضع الراهن. إيش القضايا اللي تناولها فنك؟ أو تعتقد أنه الحرب. يعني الحرب، السلام مثلا، الفقر، تناولتها عدة مواضيع. ها، جميل. طيب، نرجع نتكلم عنك، فنان تتمنى مقابلته؟ في الفن الهادف سامي يوسف. طيب، لو عرض عليك دويتو مع من تحب يكون؟ سامي يوسف. جميل. تغني بلغات غير العربية؟ إنجليزي. جميل. طيب، إلى جانب الغناء، هل لديك مواهب أو أعمال أخرى تقوم بها؟ كنت أرسم من قبل فقط. إلى جانب الرسم؟ لا شيء. التلحين والتوزيع الموسيقي؟ أكيد. هذا في المجال الفني يعني.
مش موهبة، تعتبر اكتساب. أنا سألتك عن الأعمال أيضاً، طيب ما هي العلاقة بين التلحين والتوزيع الموسيقي؟ بما أنه هذا عملك. طيب التلحين هو عبارة عن تنغيم الكلمات وإعطائها جمل لحنية مناسبة، بينما التوزيع الموسيقي توظيف الآلات للحن واختيار الآلات المناسبة من الإيقاعي. جميل، طيب هذا كيف ساعدك في الغناء؟ ساعدني إني مثلاً كنت زمان لما يعني أشتي أطلع أغنية كنت أتعب، لازم أروح إلى ملحن، أروح إلى موزع موسيقي، أنتظر فترة لما يخلص العمل. الآن لا، أنا أعمل اللحن، التوزيع الموسيقي، الهندسة الصوتية، ناقص فقط إني أكتشف. للأسف هذه موهبة من عند الله. فهمت. طيب أبرز الفنانين الذين عملت معهم؟ تعاملت مع الكثير، ما أستحضر أي واحد. أوكي، العمل الذي تفتخر به ما هو؟ أوقات فراغ. سمعناه قبل قليل. طيب جديدك الفني، وما هي المواضيع التي ستركز عليها في أعمالك القادمة؟ ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟ جديدك الفني، وما هي المواضيع التي ستركز عليها في أعمالك القادمة؟ جديدي الفني هو عبارة عن كليب على العرب العربية والإنجليزية. جميل، وممكن تسمع المواضيع. تفضلي. أتكلم عن المواضيع القادمة بعدين بطلب منك طلب. المواضيع حسب الوضع، يعني غالبا هو بيكون هادف. غالبا في الفترة هذه مثل ما قلت أنت عن الحرب والسلام. طيب من الكليب الجديد ممكن تسمعنا مقطع؟ طيب. War in nothing, but killing everything. What are you? Why? None likes to cry. War, no cry. War, no cry. Just a peace, no war. Oh, keep the war. Baby has to live. جميل يا عماد. عماد كلمات من؟ شاعر اسمه زياد مشهور. نعم. حاني زياد مشهور. طبعا هي بالانجليزي وبالعربي، بتعطينا مقطع بالعربي كمان؟ نعم. ولا لا؟ اوكي. تفضل. حرب تكون كل الاشياء، حرب تعني موت ودمار وابتلاء، فلماذا الحرب بنا في كل الأبحاث يعشق موتا في هذا العالم؟ فالنصر لا للحرب. الله، هذا الحصري للبرنامج، وماذا ستهدي المشاهدين أيضا؟ طيب أغني لكم أغنية صنعانية. جميل. قد فقدت موت أشتي أبصر، ليت حتى من بعيد أتشاجر. قد فقدت موت أشتي أبصر، ليت حتى من بعيد أتشاجر. والله إني كل ساعة أتذكر، والله إني كل ساعة أتذكر. قد فقدت موت، قد فقدت موت، قد فقدت موت أشتي أبصر. غاب عني ما سأل عني سؤال، ليش قلول ليش قطع حبل الوصال؟ ما وقع له، ما هو اللي غيره؟ ما وقع له، ما هو اللي غيره؟ قد فقدت موت، قد فقدت موت، قد فقدت موت أشتي أبصر. الله الله على الصنعاني. والأغنية الثانية؟ نشوف الثانية عن الأم. تفضل.
تفضل. يلا بسم الله. إما يا نبع الحنان يا عطر روحي مكان، الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون، مشتاق لغلاك والغلا قلبي عطاك، ايه يما من سواك ولا ابد غيرك يمون، شفتك تسوى كثير والله اني لك اسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون، ضمتك تشفي علي والقى في قربك دواي، اه يا بلسم شفاي ايه احبك للجنون، يما يما كما بيك ورحتي بوسة ايديك، قلبي الصادق يبيك وانت لك قلب حنون. يخلي لك والدتك يا عماد. الفنان عماد عبد الله، اشكرك جزيل الشكر، اتمنى لك كل التوفيق.